إن شاء الله راح نتكلم عن المشكلات الصحية التي تواجه المراهقين، مشكلات الصحة الإنجابية والأمراض المنقولة بالجنس. تعريف الصحة الإنجابية هي اكتمال السلامة البدنية والنفسية والاجتماعية للإنسان، وليس مجرد انعدام المرض، وذلك بكل ما يتعلق بالجهاز الإنجابي والوظائف وعملياتها أيضا تقديم الرعاية للمراهقين قبل الزواج، أيضا رعاية الحامل والحمول عالية الخطورة، أيضا الرعاية النفسية، وأيضا تشجيع الإرضاع الوالدي، يعني إرضاء محاولة تقريب أن إرضاع الأم للولد هو مفيد جدا للطفل، محاولة إقناعهم بالبحوث العلمية والتطورات وسبل الوقاية والتأثيرات المهمة على مستوى الطفل، أيضا رعاية الوليد قبل سن المدرسة، أيضا تنظيم الأسرة الصغيرة في بداية عمر المراهقين إذا تم يعني الزواج والإنجاب، أيضا الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، أيضا الكشف المبكر عن السرطانات مثل سرطان الثدي، أيضا سرطان عنق الرحم، أيضا عندنا من المهم معرفة الرعاية على مستوى بشكل عام، حتى الرعاية الجسمية والهضمية ضد الأمراض بشكل عام. من المهم تثقيف العائلة بشكل كامل، بالذات إذا كانوا الطرفين مراهقين، البنت والولد مراهقين في سن المراهقة، يعني متزوجين زواج مبكر. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.